تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتألقة دائما نور دبي. أحب أيضا أرحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة نجاة السويدي، وفي الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب بالدكتورة عايشة البسطي، صبحك الله بالخير دكتورة عايشة. صبحك الله بالخير والسرور عبد الله. الله يحييك. قبل لا ناخذ دكتورة أول مكالمة، زميلتنا الأخت أسماء الجناحي، أحب أني أذكركم بأرقام التواصل 600-551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودنا مستمعين الأعزاء، البرنامج هذا معني بصحة وسعادة أفراد المجتمع، ونشجع مشاركة الجميع بالاتصال، مداخلات، وكل ما يهم موضوع الصحة والسعادة، كذلك اقتراحاتكم حياكم الله. مثل ما ذكرنا لكم برقام التواصل ويانا في البرنامج. طبعا فقراتنا مثل ما عودناكم مستمعينا بتكون متنوعة صحية وطبية كذلك. نعم. وأول فقرة عنا عبد الله اليوم بتكون اللي هي السوشيال ميديا. أنا غيرت الاسم دكتورة، قلناها دردشة الميديا. جميل. مع دردشة الميديا نصبح على أختنا زميلة أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور سرور أخوي عبد الله والدكتورة وكل متابعين إذاعة نور دبي. صبحك الله بالخير أسماء. نعطيكم جولة بالإشاء الخاص قنوات التواصل الاجتماعي. أمس كان في افتتاح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم المؤتمر العالمي لطب الأعصاب، ولتنظم الجمعية العالمية لطب الأعصاب، وهذا الحدث يصير يعني مرة كل سنتين، ودبي تعتبر أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف هذا المؤتمر العالمي. ما شاء الله. كذلك عودنا المتابعين بالنصيحة اليومية في تحدي دبي للياقة، وهي أثبتت بعض الدراسات أن الأشخاص المنتظمين على ممارسة رياضة المشي أقل عرضة للإصابة بمرض السرطان والسكتات الدماغية. والنصيحة الثانية بعد تقول المشي لمدة 30 دقيقة يوميا تقلل من فرص الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. طبعا مرض النوع الثاني مرض السكري منتشر، صح أن النسبة قلت، لكن كذلك احنا نتمنى من الناس انه يعني يتفادون النمط الحياة الخاطئ. صحيح. واللي اغلبنا نسويه، ناكل قبل ما ننام، نشرب يعني مشروبات نعتقد انها دايت وهي مش دايت، فوايد اشياء ممكن ايضا تاثر في اجسامنا. صحيح. ونصيحتنا اليوم تقول كلنا لدينا نقاط قوة وضعف، ركز على تطوير نقاط قوتك لتتميز بها، ومن ثم اعمل على تطوير نقاط ضعفك. دائما الاشخاص يركزون على نقاط الضعف، انا بقوي نقاط ضعفي، ترى بس نحن في النهايه بشر، ما في انسان كامل في نقاط قوه في كل شيء، احنا مو يعني ابطال خارقين، لكن ركز على الاشياء اللي انت تتميز فيها واللي هي نقاط قوتك، واعرف يعني قلت اعرف شيء وايد من شيء واحد، واعرف من كل شيء شوي. ودمت بصحة وسعادة أسماء الجناحي. شكرا لك أسماء الجناحي، ودائما دكتورة عايشة أسماء الجناحي متألقة. صحيح. في مواضيعها، لهذا السبب أنا أسمي الفقرة اللي ناخذها مع زميلتنا أسماء الجناحي دردشة السوشيال ميديا، وذكرت اليوم نقاط مهمة جدا على موضوع اللي نحن نتكلم فيها دائما الدكتورة عايشة، النمط الحياة الصحية. صحيح. على أساس أن نمتنع من الأمراض، أمراض العصر اللي ممكن تكون يعني سببها عدم
أخذ موضوع النشاط الرياضي بشكل يومي، صحيح. الغذاء السليم، صحيح. النوم يعني في أوقات صحيحة، وذكرنا قبل فترة جودة النوم أيضا، على أساس أن نحن نبتعد عن الأمور اللي ممكن تصير نتيجة يعني عدم ممارسة نمط حياة صحية. صحيح، ونفس ما ذكرت عبد الله أشياء بسيطة، يمكن أول مثال النوم، يعني صح. ناس كثيرة تعتبر النوم شيء يعني ما له هاي الأهمية الكبيرة، بس له أهمية كبيرة ونمط الحياة كذلك، يعني يعني بيقينا من أشياء كثيرة، ويمكن يعني نتفادى مضاعفات كثيرة مستقبلية بس بتغييرنا نمط حياتنا بالأكمل. نعم، وذكرت أيضا أختنا أسماء عن موضوع 30 دقيقة للمشي. صحيح. أيضا هذا جانب نحن دائما نشجع فيه، أن ممارسة الرياضة بشكل يومي يقي كثير من الأمراض أو المضاعفات اللي ممكن تصير نتيجة عدم ممارسة الرياضة بشكل يومي 30 دقيقة مثلا. صحيح. نعم. ننتقل لفقرتنا الثانية اللي هي الفقرة التوعوية، وطبعا طبعا كذلك موضوعنا التوعوي اليوم يلعب دور كبير وله أهمية كبيرة في تغيير نمط الحياة. اليوم بنتكلم عن الأقذية اللي تزيد بمعدل الأيض، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة رناد إبراهيم. صبحت الله بالخير أستاذة رناد. صباح النور، يا أهلا وسهلا أستاذة رناد. صباح الخير. تفضل. صباح النور، أهلا وسهلا. طبعا أكيد كثير ناس تسأل أنه إحنا بدنا ننزل وزننا وبدنا شغلات تساعد على نزول الوزن. طبعا هلأ زيادة معدل الحرق هو إشي أساسي في النظام الغذائي اللي ممكن أن إحنا نضيفه بجانب الأكل والنظام الصحي. نعم. هناك الكثير من الطرق اللي بتساعدنا في زيادة معدل الحرق، وحرق الدهون والسعرات الحرارية هو الأساس لنجاح أي نظام غذائي أو أي نظام رجيم إحنا بنعمله أو بنتبعه. وعشان نقوم بزيادة هذا معدل الحرق، بالإضافة زي ما حكينا إحنا نتبع نظام غذائي صحي، في عنا بعض الشغلات أو بعض الأطعمة اللي ممكن تساعد على رفع معدل الحرق. فعنا أول إشي طبعا هي أغلبيتها تكون من الأعشاب، تمام، اللي هي مثلا مثل القرفة. القرفة بتنشط عملية الأيض الغذائي أو التمثيل الغذائي، فبتساعد على تقليل امتصاص الجلوكوز من الجسم، وبتزيد من حساسية الخلايا للإنسولين. فبهاي الحالة لما إحنا نشرب مشروب القرفة، يعني سواء الصباح أو المساء أو حتى ممكن نضيفه على الأكل أو طريقة الطبخ، فهذا الإشي رح يساعدنا أنه يعلي عنا معدل الأيض أو معدل الحرق، وبالتالي رح يساعدنا على حرق الدهون. تمام. الشغلة الثانية كمان عن الزنجبيل. الزنجبيل له طبعا كثير من الفوائد، كمان بجانب أنه بيساعد على تقوية المناعة وخفض الكوليسترول أو الدهون السيئة بالجسم، كمان بيعمل على تحسين عملية الهضم. فلما احنا نساعد على أنه الأكل ينهضم بطريقة صحية، فبيساعد على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية بالأكل. تمام. نعم. أستاذة رنا، أنا بس مداخلتي في هذا الجانب، هناك يعني ثقافة من كثير من الناس بموضوع اللي تفضلتي فيه حرق الأكل يعني بطريقة سريعة. الناس اليوم يعني عندها ثقافة، ونحن تكلمنا بارحة الدكتور عن موضوع الشاي الأخضر. صحيح. متى الوقت المناسب إن الإنسان يشرب المشروبات الساخنة هاي، سواء الشاي الأخضر أو الشاي مع القرفة أو الزنجبيل؟ في ناس تستخدمه أثناء الوجبة، في ناس تستخدمه يقول لك والله عشان أنت ما تفقد المواد الغذائية اللي أكلتها، وبالأخص الحديد، تنتظر 40 دقيقة، وفي ناس تقول لك لا مباشرة. فياريت لو يعني تركزين على هذا الجانب، متى الوقت المناسب أن الإنسان يستفيد من المشروبات هاي؟ هي يفضل أنها تنشرب بين الوجبات، يعني مش انها تكون مع الوجبه، خلال الوجبه تماما. نعم. ولا انها بعد الوجبه مباشره. هلا هي الاعشاب مثلا القرفه او الزنجبيل او الشاي الاخضر هي عباره عن اعشاب، تمام. نعم. بفضل انها تكون دائما، يا اما مثلا بالصباح، مثلا كوب الصباح مثلا يكون وقت الضحى، تمام، ويكون واحد وكوب مثلا بالمساء ممكن قبل النوم، تمام، او مثلا قبل وجبه العشاء مثلا بساعه. نعم. بس هي يفضل انها تكون على بين الوجبات، مش مع الوجبات، ولا انها تكون مثلا بعد الوجبه مباشره. وكمان رح نحكي عن الشاي الاخضر. كمان الشاي الاخضر من كثير له خواص وفوائد، اللي هي بتساعد على حرق الدهون، لانه بيحتوي على الكافيين، بيحتوي على مركبات البوليفينول اللي هي بتساعد على زياده معدل الايض. ويفضل دائما سواء شرب الشاي الاخضر او القرفه او الزنجبيل تكون معدل كوبين في اليوم.
نعم. يعني مثلا ممكن الواحد يشرب كوب الصبح وكوب في المساء، وحتى الزنجبيل ممكن مرات نضيف له الليمون كمان، بيساعد على الحرق كمان بصورة أسرع يعني. فهي الأعشاب أكثر إشي هي بتعلي عنا معدل الأيض. في عنا بعض الأكلات أو بعض الوجبات اللي هي رح تساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء أو نحكي بالشبع، تمام؟ فإحنا لما نزيد هذا الشعور إنه إحنا بشبعانين أو مثلا ماكلين يعني كميات بسيطة بس بنفس الوقت خلتنا نحس بالشبع، فحتقلل من نسبة السعرات الحرارية اللي احنا نستهلكها خلال اليوم. اللي هي من ضمن هاي الأطعمة هي الحبوب الكاملة أو النخالة، زي ما بنحكي الخبز الأسمر، منتجات كاملة القمح اللي هي بتكون القشرة كاملة موجودة. في عنا البروتينات مثل البيض، الأجبان، اللبن أو الزبادي كمان بيساعد كثير على تعزيز الشعور بالامتلاء، بذور الشيا. وفي عنا كمان الأفوكادو. الأفوكادو هو صح عالي بالسعرات الحرارية، بس هي وجبة رائعة لأنها تحتوي على دهون أحادية اللي هي دهون غير مشبعة، وبنفس الوقت أي شخص ممكن يتناول نصف حبة أفوكادو في اليوم حتخليه يحس بالشبع لفترة طويلة، يعني تقريبا 3-4 ساعات ممكن إنها تسد من الشهية. فهاي الوجبات يفضل أنها تكون متواجدة. وطبعا أكيد زي ما حكينا اللي هو اتباع النظام الصحي اللي هو وجبات صغيرة متتالية خلال اليوم، ولازم ممارسة الرياضة لأن الرياضة هي كمان سبب أساسي لزيادة معدل الحرق بالجسم. حتى لو إحنا استخدمنا كل هاي الأمور بس لازم يكون معانا الرياضة موجودة. شرب المي أو شرب المياه بشكل عام هي بتساعد على تحفيز الجسم لحرق الدهون، وبتعمل على تسريع عملية الأيض، وبتسهل من عملية الهضم مما يضمن حرق أسرع للدهون. فشرب المي كمان إشي أساسي أنه يكون متواجد معانا في النظام الغذائي. وكمان أخذ قسط كافي من النوم، أو زي ما بنحكي اللي هو النوم من وقت صحيح. والواحد يصحى من وقت، هاي كمان بتساعد على نزول الوزن وبتساعد أنه معدل الحرق يكون عنا عالي في الصباح. صحيح. أستاذ رناد، يعني سؤال بخصوص البابونج، يعني خاصة إذا شرب على الريق. هلا بدنا حكينا الأعشاب كلياتها هي ما بتضر، سواء ممكن تنشرب على الريق، حتى احنا مرات بننصح الناس يشربوا على الريق مثلا الزنجبيل مع الليمون مع مثلا معلقة العسل. ترفع معدل الحرق، بتقوي مناعة الجسم. حتى الأعشاب الثانية مثل البابونج، اليانسون، أي أعشاب هي سواء شربت على الريق أو شربت خلال الوجبات الأكل هي مفيدة ما بتضر. صحيح. أيضا أستاذة، في هناك سؤال بالنسبة لشرب الماء، يعني هل ينصح بأن يشرب الماء أثناء الوجبة؟ أنت تفضلتي أنه مفروض أنه يكون بين الوجبات، يعني الماء من الأمور اللي أنت تشوفينها ملاحظة في كل مكان، يعني سواء إذا رحتي المطعم أول شيء يسألونك هل تبين تشرب شيء، يحطوا لك الماء أو العصائر. يفضل شرب الماء قبل الوجبة بنص ساعة، قبل الوجبة الأكل بنص ساعة أو بعد وجبة الأكل بنص ساعة، يعني إنه يكون مش مع الأكل. إذا انشربت المي مع الأكل رح يسبب عنا عسر هضم ورح يصير في عنا تعب في المعدة. عشان هيك حتى مش بس المي، سواء العصائر أو المشروبات الغازية أو أي شيء، ما بنفضل إنها تكون مع الوجبة، مع وجبة الطعام. يفضل تكون بعد الوجبة، يا أما بنص ساعة إن تكون المعدة شوي ارتاحت، أو قبل وجبة الأكل بنص ساعة. خصوصا المي، المي يفضل إنها تكون قبل الوجبة، أي وجبة أكل بنص ساعة. اختي رناد، اتوقع انتوا عندكم تحديات كبيره، يحتاج ان تسوون كثير من الحملات التثقيفيه لهاي الامور، لان هناك الحقيقه يعني ممارسات دكتوره كثيره تكون خاطئه، تعرفون احنا نتوقعها ان تكون يعني صحيحه. موضوع اليوم صراحه يعني جدا جميل بخصوص الاقذيه اللي تزيد من معدل الايض او الحرق، يعني وهالشيء جدا يعني النقاط اللي ضفتيها سواء بالاعشاب سواء كذلك بكميه الماء، هذه جدا مهمه وتثري يعني ثقافه المستمع ان شو الاشياء البسيطه اللي متوفره عنده في البيت وتساعد كذلك على الحرق. نفس الوقت لازم اتباع نظام غذائي صحيح. صحيح. يعني مش الواحد يروح ياكل فاست فود وبعدين صحيح. استاذه رناد ابراهيم، اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي، شكرا لك. العفو. شكرا لك. فقرتنا التوعوية اليوم يعني صراحة المواضيع هي مواضيعها جدا جميلة. وخاصة أن الأشياء والناس تهتم بالأشياء الثانية اللي تحرق الدهون أو تحرق عموما أو تزيد من معدل الأيض. بنطلع فاصل عبد الله وراجعين إن شاء الله، خلكم ويانا مستمعين، طالعين فاصل وراجعين لكم. صحة وسعادة،
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلة، ويا مرحبا بكل من انضم إلينا. أحب أني أذكركم برقام التواصل مرة ثانية 6005514114، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. دكتورة نأخذ الفقرة الثانية. صحيح، اليوم عندنا فقرتنا عن دبي تستضيف أكبر تجمع عالمي لأطباء الأعصاب. نعم، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية مساء أمس أعمال المؤتمر العالمي لطب الأعصاب 2019، وذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومشاركة أكثر من 4000 من العلماء والأطباء والباحثين الذين يمثلون أكثر من 125 دولة في أكبر تجمع علمي وطبي متخصص في طب الأعصاب على مستوى العالم. وجاء المؤتمر بتنظيم من الجمعية العالمية لطب الأعصاب بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وذلك بعد نجاح مدينة دبي في استضافته عقب بعد منافسة قوية مع مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، واستنادا لمكانة المدينة العالمية وريادتها في استضافة القمم والمنتديات الدولية ولا سيما الطبية والمتخصصة منها. صراحة دكتور أنا بارحة كنت موجود، المؤتمر فظيع ما شاء الله، عدد الحضور شيء خيالي الحقيقة، وكان مؤتمر ناجح وبكل المستويات الصراحة ما شاء الله. كفاية أن أول مرة يقام في الشرق الأوسط، هذا اللي فهمته يعني، في يعني ويكون في مدينة دبي، يعني صراحة يعني هذا فخر للجميع أن يقام مثل هذا المؤتمر في مدينة دبي. حديثنا اليوم عن هالمؤتمر وأجندة الرئيسة وأهدافه، يسعدنا يكون ويانا اليوم الدكتور سهيل الركن استشاري طب الأعصاب وأخصائي السكتة الدماغية في هيئة الصحة بدبي رئيس المؤتمر. صباحك الله بالخير دكتور سهيل. صباح النور والسرور، الله يحييكم. مرحبا دكتور سهيل، صباحك الله بالخير والنور والعافية، وأنا أحب أني أبارك لك الحقيقة على نجاح هذا المؤتمر الكبير، ونحن كنا موجودين وحضور رائع، ويعني المحاضرات الورش العمل اللي ذكرتها، فيعني ألف مبروك دكتور. الله يجزيكم خير. أول شيء نهني أنفسنا وأطباء الأعصاب على مستوى الوطن العربي باستضافة هذا المؤتمر في مدينة دبي. كرمنا بالأمس الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم افتتاح المؤتمر العالمي لطب الأعصاب لأول مرة يقام في منطقة الشرق الأوسط، يعتبر هو أكبر حدث لمجال طب الأعصاب، وهو يعتبر المجالات الدقيقة والجديدة على مستوى العالم، ينعقد كل سنتين. العام الماضي كان في مدينة كيوتو في اليابان، وبعد سنتين تم اختيار روم في إيطاليا عشان يكون فيها المؤتمر. استضافة دبي لهذا المؤتمر تعني كثير حقيقة لأطباء الأعصاب على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي والشرق الأوسط بسبب عدد المتحدثين والأبحاث اللي تم طرحها في هذا المؤتمر. فائدة كبيرة بتكون علينا جميعا كأطباء في هذا المجال، أن كتيب أحسن وأفضل المتحدثين على مستوى العالم في هذا المستوى الدقيق من التخصص الطبي أن يكونوا موجودين للتباحث والتناقش. نعم دكتور سهيل، نحن نعرف دائما أن استقطاب هذا النوع من المؤتمرات العالمية وبهذا الحجم له أثر يعني كبير جدا على دبي وعلى هيئة الصحة، وأيضا له أثر يعني من خلال تبادل المعرفة بين الأطباء وبين الحضور أيضا على متعاملين هيئة الصحة بشكل خاص. دكتور لو تبلغ يعني تكلمنا نظرة سريعة عن طب الأعصاب وعن هذا التخصص الدقيق وتحدياته. جميل جدا. طب الأعصاب يعتبر من التخصصات الجديدة على مستوى العالم، يعني في آخر 40 سنة بدأ هذا الطب أن يتطور مقارنة بأنواع الطب الثانية. خلال 15 سنة الماضية توسع بشكل كبير جدا في تخصصات، فلدينا في طب الأعصاب فوق 8 تخصصات دقيقة في نفس الطب هذا. فتشوف الدكتور متخصص تخصص فقط في الجلطات الدماغية أو في مرض الألزهايمر والخرف أو في مرض التصلب اللويخي أو في مرض الصرع، فهذه التخصصات دقيقة تسري هذا المجال وتساعدنا على كيف أن هذا المخلوق
أو هذا الجزء من جسم الإنسان اللي الله كرم فيه الإنسان كيف نحافظ عليه. يعني أخوي عبد الله، الدماغ البشري والأعصاب هي عبارة عن جهاز كمبيوتر معقد جدا، أي خلل بسيط في جزئيات بسيطة من هذا الجهاز تؤدي إلى مشكلة كبيرة في هذا الإنسان. يعني اليوم الصباح كان عندنا متحدث البروفيسور فوستر من أكسفورد يونيفرسيتي، تكلم مدة 45 دقيقة عن نوع نادر من الأمراض اللي هو خلل في ساعات النوم أو توقيت النوم، وكيف أنه سووا دراسات على تجارب في إيران في بريطانيا عندهم، أن يشوفون ليش الناس اللي يفقدون البصر يصير عندهم خلل في ساعات النوم، ليش في أمراض معينة نفسية تسبب عدم القدرة على النوم واضطرابات النوم. كان جدا مبدع في حديثه اليوم، وتكلم عن فتح مجال جديد في مجال النوم بالنسبة لمثل هذه الأمراض، مثل هذه الأمراض، وتكلم إن كيف الجيت لاج الإنسان يوم يسافر فترات طويلة عند ساعات النوم تختلف. فهذا كان جدا من المتحدثين الرئيسيين قبل نص ساعة خلص حديثه. يعني أشياء بسيطة يعني تأثر على الجهاز العصبي بس أثر على الجسم بأكمله، يعني سبحان الله. نعم. أيضا من الأمور الدكتور اللي نحن اليوم بنتكلم فيها أنا والدكتورة عايشة، اللي هو كيف الدماغ يرمم يعني خلله بنفسه أثناء النوم. هذا حديثنا بيكون إن شاء الله. دكتور طبعا على نجاح دبي في استضافة هذا المؤتمر العالمي لطب الأعصاب ومكانة هذا المؤتمر، حابين نعرف شو هي المحاور الرئيسية لها المؤتمر وأهدافه. جميل جدا. عدد المتحدثين، المؤتمر على 5 أيام بإذن تعالى دكتورة. نعم. عدد المتحدثين 232 متحدث، ما شاء الله عدد كبير. عدد كبير جدا، يعني لو كل واحد تعطيه فقط، أغلبيتهم يقدمون بدل المحاضرة 3-4 محاضرات، فعدد المحاضرات بالمئات. رقم 2 عدد ورش العمل، حوالي 54 ورشة عمل وتدريبية بادين اليوم الساعة 7 الصبح، كانت أول ورشة لاضطرابات حركة العين أعصاب العين، والعنا بعد نص ساعة اللي هو مرض الباركنسون، وطبعا الأبحاث المقدمة حوالي 1500 بحث ورقة عمل مقدمة. نفتخر حقيقة هيئة الصحة عندنا قسم الأعصاب مقدم 21 بحث. نقدم شوية مع الدكتورات عنا نمر على الأبحاث اللي هم عارضينها في البوستر إيريا. فنفتخر بهذه الأمور أن لدينا كفاءات في هيئة الصحة تقوم بهذا المجال المهم جدا في مجال طب الأعصاب. ممتاز. نعم. أيضا دكتور من فقرات المؤتمر بالأمس كان في تكريم، وأنا أعرف أن هاي كانت أحد مبادراتكم، تكريم يعني نخبة من الأطباء الذين كان لهم دور وما زال لهم دور بارز في مجال الأعصاب. صحيح. نعم، هذه أول مرة على مستوى المنظمة العالمية لطب الأعصاب خلال المؤتمر اللي يعقدونه كل سنتين، جينا بفكرة احنا في دبي ان ليش ما نكرم ناس كان لهم فضل في تطوير طب الأعصاب في المنطقة اللي هم موجودين فيها أو الريجن على مستوى المنطقة. فتم اختيار 7 أطباء من الوطن العربي يمثلون دولهم، من ما بنساهم، من السعودية، من تونس، من مصر، من المغرب، من السودان، كان لهم الفضل في تأسيس طب الأعصاب في دولهم على مستوى المنطقة. تم تكريمه من صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس المنظمة الطبية، وبحضور معالي حمير القبامي. له تأثير كبير أستاذي عبد الله على مثل هؤلاء الناس، يعني أعمارهم قريب 70 سنة قبل عمرهم هم يدربون ويخرجون ويعملون أبحاث، فتكريمهم في دبي سوف تكون لها بصمة لهم وللأجيال اللي بعدهم أن دبي كرمتهم وذكرتهم. نعم. أيضا دكتور يعني تكريمهم مثل ما أنت تفضلت أهميته، وأهميته في يعني حضور صاحب السمو الشيخ أحمد، وأيضا يعني دعم كبير من معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وأيضا العدد الهائل من الحضور. دكتور سهيل، هذا المؤتمر يعني المؤتمر اللي له مكانته كذلك. نعم. العالمية. نعم. يعني فقط لمحة، يعني الباحث عقب ما خلصنا التكريم يوم 7 يشكرون دكتور سهيل، احنا تكرمنا في بلادنا مرة ثانية. جميل. ان دبي هي مكان تكرموا فيه امام اكثر من 2000 شخص بحضور شخصيات مهمة، بحضور صاحب السمو الشيخ احمد بن محمد. صحيح. يعني هذا كان له
جميل الأثر في قلوبهم وذاكرة جميلة تبقى معاهم. صحيح. دكتور سهيل، حابين نتعرف أكثر عن المعرض المصاحب لهذا المؤتمر، وكم عدد المشاركين فيه؟ نعم، عدد المشاركين في المؤتمر الحمد لله وصل، لأنه هو 5 أيام في ناس يسجلون، وصلنا قريب إلى 4500 طبيب وطبيبة. يعني فقط أعطيكم مثال، عدد الأطباء في دول الخليج فقط الأعصاب ما يزيد عن 500 طبيب وطبيبة، فأنت عندك 4500 من مستوى العالم كل المشاركين من 126 دولة، 126 دولة مشاركة في هذا المؤتمر. عندنا معرض مصاحب حقيقة يتم فيه عرض أحدث الأدوية والعلاجات وأدوات التشخيص. يعني في عندنا دواء جديد نازل للصداع النصفي ويعتبر من المشاكل المزمنة لدى كثير من النساء والبالغين. هذا الدواء إبرة تحت الجلد مثل إبرة السكري، مرة في الشهر توقف الصداع النصفي. يعيش الإنسان والمصاب بالصداع النصفي حياة طبيعية. لدينا جهاز جديد حقيقة مثل الخوذة يلبسه المريض لأصحاب الصرع والتشنج لمعرفة مكان حدوث الصرع والتشنج لدى هؤلاء المرضى. وفي أشياء كثيرة أيضا مطروحة خلال الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. دكتور، شو توقعاتكم أو النتائج المتوقعة من هذا الزخم العلمي الطبي الكبير في هذا المؤتمر؟ اليوم إن شاء الله بيكون في حديث مع المنظمة العالمية للصحة WHO، بيكون ممثل لها موجود عن التوصيات اللي بيرفعها هذا المؤتمر لقادة ومسؤولين وزارات الصحة على مستوى العالم لدعم مجال طب الأعصاب والمرضى المصابين به. في توصيات معينة بتطلع عن أمراض مثل مرض الصرع ومرض الجلطة الدماغية والتصلب الويحي، بروتوكولات كيفية علاج هؤلاء المرضى والتعامل معهم من ناحية مستقبلية. يتم طرح ملخص لأهم الأبحاث اللي أطرقوا لها في هذا المؤتمر والتوصيات في تطوير هذا المجال في المجالات المختلفة لطب الأعصاب. ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق دكتور سهيل. شكرا جزيلا دكتور عائشة. شكرا أستاذ عبد الله. شكرا دكتور سهيل الركن، استشاري طب الأعصاب وأخصائي السكتة الدماغية في هيئة الصحة بدبي، وأيضا رئيس المؤتمر. كل الشكر والتقدير لك دكتور. شكرا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا المؤتمر يعتبر من المنابر الطبية العالمية كذلك، واللي استقطبته إمارة دبي، فنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. نعم، دبي دكتورة دائما يعني سباقة في هاي الأمور، وأنا دائما يعني يوم أحضر المؤتمرات الطبية والعلمية والورش العمل، إذا عندك عدد حضور كبير هذا نجاح المؤتمر. صحيح. والمؤتمر هذا كان فيه عدد مثل ما ذكر الدكتور تقريبا فوق 2000 يعني مشارك في في المؤتمر. صحيح. بنطلع فاصل إن شاء الله ورادين بموضوع صحة دبي تعزز برامج الوقاية من سرطان الثدي. خلكم ويانا، طالعين فاصل ورادي لكم. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، نرحب بكم مرة ثانية ونرحب بكل من انضم إلينا، ونحب أن نذكركم بأرقام التواصل على 6005514114 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. تحرص هيئة الصحة في دبي على دعم نظام الوقاية من الأمراض بشكل متواصل من خلال مجموعة مبادرات والخطط التطويرية والاستراتيجية والحلول الذكية، إلى جانب الحملات التوعوية التي تنفذها هيئة الصحة بدبي بشكل متواصل ومستمر لتنمية الوعي المجتمعي بالمشكلات الصحية وطرق الوقاية منها وأهمية الفحوصات الدورية وقيمة الكشف المبكر عن الأمراض، وفي مقدمة ذلك مرض سرطان الثدي. من خلال حملاتها الوردية تتجه الهيئة في مثل هالأيام من كل عام إلى أفراد المجتمع للتوعية الخاصة بهذا المرض ولتسليط الضوء على هالحملات أهميتها ونتائجها اللي ترجوها الهيئة. يسعدنا يكون اليوم ويانا الأستاذ سالم بن لاحج مدير صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ سالم. خير والنور شباب. صباح الخير أستاذ سالم، وصبحك الله بالخير والنور والعافية، وشكرا لوجودك. نحن اليوم تكلمنا، أنت من الناس اللي يعني
حريص صحيح. جدا على وجودك هني، وأيضا صحيح. من الناس اللي مهتم في هذا الجانب بشكل كبير جدا. صحيح. الالتزام صحيح. واجب يعني في مثل هالمبادرات. صحيح، يعطيكم العافية، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق أكثر وأكثر إن شاء الله. طبعا كل سنة الهيئة تخرج في مثل هالأيام للتوعية طبعا بمرض سرطان الثدي، فحابين تحدثنا أكثر عن الحملة الجديدة اللي هي الطواف الوردي، متى وين بتكون بالتحديد بينطلق هذا الطواف؟ هي طبعا جزاك الله خير وشكرا للاستضافة، يعني على اساس ان نسلط الضوء على طواف دبي الوردي. نعم. طبعا فكرة الطواف الوردي انطلقت قبل 7 سنوات. نعم. هذه السنة الثامنة الحمد لله، لاقت استحسان ونجاح يعني كبير خلال الفترة يعني السنوات الماضية. السنة احنا حشدنا طبعا عدد كبير من المشاركين، ان شاء الله بيكونوا موجودين. يعني نتائج نجاح المبادرة ان الجهات الحكومية الاخرى مثل الهيئة الطرق الشرطة انه يعني يهيئون لنا شارع جميرة تقريبا. نعم. في للمبادرة هذه يعني، فالحمد لله المبادرة بتنطلق احنا شكل ما قلنا يوم الجمعة صباحا من مواقف سانسيت مول. نعم. ولغاية برج العرب وترجع لسانسيت مول، يعني هي بتكون مسيرة نحن نسميها كرنفالية واحتفالية أكثر من أنها تكون مسيرة سباق أو هذا يعني، وبيشارك معنا عدد من الدراجات النارية، وعشان يعطيك صور يعني شكل الاحتفالية أكثر يعني. نعم. بالدراجات الكبيرة هذه ومع الدراجات النارية الهوائية يعني إن شاء الله. إن شاء الله. حابين نعرف أكثر يعني بالتفصيل فكرة هذه الـ نفس ما قلت الكرنفالية أو هاي الفعالية. طبعا نحن دائما ننظر للتوعوية، الحملة التوعوية دائما تكون. نعم. للمريض أو للوقاية من المرض أو اكتشاف المرض. صحيح. هذا احنا خذيناها من جانب آخر، أنك أنت المريض هذا يبغي له مشاركة مجتمعية، مشاركة إنسانية. نعم. حد يحس فيه. إحنا طرقنا هالجانب أن مشاركة الجمهور مع المرضى هذه له بإحساسه من يلبس تيشيرت شكل ما قلتي لونه وردي. نعم. في مسيرة مثل هذه يعني استهدفنا جميع أعمار اللي موجودة، يعني يمكن من الأطفال للكبار السن لهذا. ممتاز. يشاركون في المسيرة، ممكن في عائلات كاملة تشارك، يعني في كبار سن بالدراجات وعندهم ثقافة الرياضة وهذه يشاركون فيها. هذه كمشاركة يعني وجدانية أو اجتماعية أو نفسية يعني. الجانب الثاني احنا ركزنا على الرياضة. نعم. أنك أنت الوقاية من يمكن أنا سمعتكم قبل لا أن تتكلمون عن الرياضة. نعم. والمشي وهذا، فاحنا ركزنا على أن الرياضة تقي من يعني أمراض كثيرة الحمد لله، يعني مجرد أنك أنت ممكن تطلع الصبح بدراجك ولا تمشي. صحيح. فبيكون لك يعني شكل ما تقول يعني وقاية من وايد أمراض، حتى أمراض النفسية. صحيح. حتى مريض الكانسر إذا حاول أن يسوي له أي رياضة معينة بتحصل نفسيته تتغير يعني. يعني خاصة أن المجموعة بتكون كبيرة في المشي، ويعني فهالشيء بيعطي الناس تشجيع أكثر وأكثر. فإحنا حرصنا أن تكون دراجات هوائية بجميع أنواعها، يعني مش دراجات طريق ولا هذه، يعني أي واحد عنده دراجة يعني يقدر يشارك في المسيرة. الأعمار طبعا إحنا فتحنا المجال من 15 وفوق، العائلات تحب تشارك بجميع أفراد العائلة يعني يكونوا موجودين. الحمد لله يعني الثقافة موجودة الحين بعد 8 سنوات، ثقافة المشاركة في المجتمع هذا يعني من في الفعالية هذه وايد تطورت. الناس عندهم استعداد حتى التطوع أو التبرع حتى للمبادرات هذه. ممتاز. مثل ما ذكرت أستاذ سالم بأن الفعالية هاي هدفها التوعية من موضوع سرطان الثدي، وأنا أعرف أن في هيئة الصحة في دبي تم عمل خطط
تسويقية وخطط يعني إعلامية لي يعني مشاركة عدد أكبر من أفراد المجتمع في هذا يعني الفعالية. ما هو مدى استجابة أفراد المجتمع بالنسبة لهذا الموضوع؟ وأيضا في عندنا استفسار من أحد المستمعين إن ما هي آلية المشاركة، كيف ممكن الواحد يشارك وكيف التواصل معكم أستاذ سالم؟ هو طبعا أنا بأخذ الجزئية الأخيرة أول شيء، أن المشاركة طبعا فيه ممكن الدخول على اللي هو طواف دبي الوردي أو البينك رايد على الانستغرام، وياخذ بس الكود كود الريجستريشن أو التسجيل، ويكمل إجراءات التسجيل، وممكن خلال الأسبوع هذا والثلاث أيام هذه يتواصل ويانا في المكتبة الطبية لاستلام التيشيرت اللي هو المشاركة يعني. بيطلع له رقم تسجيل وشهادة خلال التسجيل على الأونلاين يعني. بالنسبة طبعا لاستجابة الجمهور أو الناس لهذه، أنا عندي يعني مشاركين يمكن من أول إطلاق المبادرة لين اليوم، يعني خلال السبع سنوات في عندي مشاركين مستمرين يعني. تحصل يقول لك أنا last year I was with you، يعني تحصلهم المشاركين الأجانب يكونك موجودين. فعندي فالناس مشاركين من 4-5 سنوات يعني حابين. بالعكس كان الحين إن كان واحد الحين يجيب له 4-5 وياه. في عائلات مستمرة تشارك كل سنة في المبادرة، فأنا أظني هذا يعني حمسنا نحن أكثر. نعم. العام الماضي كان التسجيل روحه في حدود 3700 يعني، هذا اللي كان التسجيل الفعلي، اللي كان على الواقع كان أكثر من هذا اللي هم كانوا موجودين في الحفل أو في المسيرة يعني. نعم. طبعا نحن ما ننسى دور كل الجهات اللي صحيح يعني دعمتنا في الهيئة أو خارج الهيئة يعني. نعم أستاذ سالم، المبادرة هاي حيوية ومهمة جدا، وكون أن دكتورة عايشة معانا اليوم أيضا، يعني الكشف المبكر دكتورة عن موضوع سرطان الثدي والحملات اللي تستوي يعني مثلا عن هذا الموضوع له فائدة كبيرة بالنسبة صحيح. للشخص، ويعني يمنعه من أمور ممكن أن تصير إذا ما تم الكشف المبكر صحيح. عن هذا الموضوع تعرف الناس أكثر وأكثر عن أهمية هذا الكشف المبكر وعن المرض بنفسه يعني. نعم. الناس من كثر ما تدور يمكن تقرأ عنه أو تستفسر عنه أكثر، فهالشيء بيزيد يعني من مثل ما نقول الكشف المبكر عن. نعم. هذا المرض يعني. دكتورة شيء ثاني، إحنا بعد يعني اكتشفنا أن في الحملات المبكرة هذه يعني الحين المرض هذا ما يختص بالمرأة صحيح. يعني حتى للرجل. يعني في نسبة احنا حصلناها حتى يعني يمكن يكون عندنا مريضة ومريضين رجال يعني صحيح. نحن انا يعني بتطرق للجانب الثاني طبعا. نعم. احنا صندوق الصحة يهتم بمساعدة الحالات المعسرة يعني. هذا لاقى بعد صدى قوي بالنسبة للمؤسسات والجهات الداعمة دائما أو المتبرعة لهذه. خلال السنوات الماضية احنا غطينا عدد كبير من مرضى البريسكا سرطان الثدي وأمراض السرطانات من خلال الحملات هذه يعني، مؤسسات حكومية أو بنوك أو شخصيات يعني موجودة في البلاد يعني، أنهم يتبرعون لدعم مرضى السرطان يعني. فالحمد لله نحن ما تركنا المريض يعني، حكومتنا طبعا وفرت كل الأدوية هاي موجودة في دولة الإمارات يعني، أي نوع من الدواء موجود الحمد لله. نحن استحدثنا يعني أو أن حاولنا أن نوجد برامج دوائية يعني بشراكات مع مؤسسات مع شركات الأدوية أو الداعمين دائما لنا. المريض قلنا له لا تفكر بالمرض أو لا تمكر أن كيف يتكلف يعني شو كان بيكلفك المرض العلاج. خاصة المريض المعسر. نعم. نحن يعني في صندوق الصحة وفي هيئة الصحة شلنا هم المرض، وبعكس شاركناه مجتمعيا أن المرضى هذيلا بيكونوا مدعومين من خلال برامج دوائية، من خلال جمعيات خيرية، من خلال التجار. ف يعني يمكن نحن حملتنا هذه يعني في البداية الحين مغطية جزء كبير من التبرعات
مرضى الكانسر يعني. ممتاز. فهذا الجانب نحن يعني وايد ركزنا عليه الحمد لله يعني. ليس فقط يعني مو بس انتم بتكشفون او الكشف المبكر، كذلك العلاج يعني المريض بيشيل هم العلاج اكثر حتى من هم الكشف. هذه الصدمه المبكر. الاولى الحين نقول لك انك اكتشفت مريض، زين الحين شو بسوي؟ اي صح، هذه فلازم تكون انت وجدت له برنامج تغطيه يعني الحمد لله. ايضا احنا دكتوره في الحلقات السابقه استاذ سالم تكلمتوا انتم يعني عن مبادرات، اذا نحن يعني نحصر المبادرات كثيره عندهم. صحيح. تكلمنا فترة عن موضوع غسيل الكلى، أيضا تطرق الأستاذ سالم أنه لا يتم وضع فقط برنامج كعلاج، أما الاستمرارية أستاذ سالم في كثير، متابعة المرضى بعد الغسيل مثلا، الموضوع الحملة هاي، متابعة الحالات إذا تم اكتشاف حالة، كيف يتم صحيح. إرشاد احنا الشخص هذا بأنه احنا مسمين نعم. البرنامج الدوائي أو البرنامج العلاجي مع المرضى الكانسر غير حياتهم. صحيح. هذا يعني الأكاونت حتى اللي مسجل الأكاونت مال مرضى الكانسر غير حياتهم. غير حياتهم. فغير حياتهم تدخل فيها الدعم المالي والدعم النفسي والاجتماعي، وهذا إن شاء الله. ممتاز. الدكتورة طبعا أنت أدرى في موضوع الجانب النفسي وبالأخص صحيح. المواضيع اللي تكلم فيها الأستاذ سالم سواء غسيل الكلى، تشوفي المراحل النفسية اللي يمر فيها الإنسان مريض. وأيضا مريض السرطان صحيح. فإذا ما كان عنده حالة نفسية مستقرة يمكن حتى ما يتجاوب مع العلاج، أو يتجاوب العلاج صحيح نعم. يعني الحالة النفسية جدا مهمة فهو نعم. يوم بيرتاح أن في يعني على الأقل خاصة المريض المعسر أن في يعني في مجال أن يلقى الدواء ويلقى العلاج بأخف التكاليف والدعم كذلك نعم. يعني حتى نفسيته بتكون مختلفة صح. في هذا الشيء يعني دوركم جدا كبير أستاذ سالم صراحة، وتشكرون عليه ونتمنى لكم التوفيق أكثر وأكثر إن شاء الله فيه. الله يوفقنا يعني، إحنا يعني نجتهد والله حطنا في هالمكان يعني نحاول أن نبذل جهد يعني في هالمجال، وإن شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. من أحياها فكأنما أحيا الناس الجميع. الحمد لله الحمد لله. كلمة أخيرة توجه أستاذ سالم خلال والله أنا أدعي يعني جميع الناس أنهم يكونوا موجودين يوم الجمعة إن شاء الله, إن شاء الله. في فقرات يعني حلوة بتكون موجودة، في فحوصات مبكرة يعني يعني للمشاركين معانا، يمكن جميع مؤسسات دبي بيكونوا موجودين معانا، جمعية أصدقاء مرضى السرطان بيكونوا موفرين القافلة أو الكرفان الوردي للفحوصات هاي، بتكون في بعض الفويترات أو بعض هذا للفحص المبكر من خلال هذا، ففي برامج عائلية، في تكريم لأكبر من المشاركين، في تكريم للعائلة المشاركة، في تكريم في أحسن تزيين للدراجة والأشياء هذه، ففي بعض الأشياء اللي هي يعني إن شاء الله يعني أكثر تجذب كذلك اللي مشاركين، كذلك مربوطة مع السنة، مربوطة مع اللي هي فعاليات 30-30 للياقة البدنية يعني. تحدي دبي. تحدي دبي. أستاذ سالم لو تخبر المستمعين الأعزاء التوقيت مثلا يوم الجمعة من ساعة كم الناس تتواجد هناك؟ هو التجمع إن شاء الله بيكون يعني من بعد صلاة الفجر يعني يمكن على 6-6:30 التجمع الله. يكون موجود. 7 بيكون انطلاق الدراجات النارية، 7-7:15 بيكون انطلاق الدراجات الهوائية. يمكن عبد الله استغرب أن 7 الجماعة تحصلهم موصولين أول حضور. لا بتحصل قبلك لأن يوم قبل الصلاة تحصلهم موجودين ما شاء الله يعني. عشان يلحقون بعد قبل ما يحر الجو. لا يعني من متعة المكان أن الناس تمشي بدراجاتهم من البر الثاني لهني بس ياكلهم عساج يوصلون المكان. صحيح. أستاذ سالم باللاحج مدير صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. حياك. نتمنى شكرا إن شاء الله سالم. كل شكرا ما قصرت. هذه كانت فقراتنا لليوم عبد الله، إن شاء الله نلقاكم مستمعينا الأعزاء باكر على نفس التوقيت 10:00 الصبح. أشكر فريق العمل وياي في البرنامج، الإعداد يوسف سعد، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، ويشاركني اليوم في الحلقة في تقديمها الأستاذ عبد الله جمعة، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.